اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بابطالنا، ابطال الشباب لكره الطائره واللي تاهلوا لبطوله العالم كاول افريقيا. برحب بعبد الرحمن الحسيني احد افضل اللاعبين واللي حصل ايضا على كاس احسن استقبال في البطوله. اهلا بك عبد الرحمن. اهلا بيك، منورنا والف مليون مبروك. بنورك والله، ربنا يخليك. طبعا بنرحب بضيفنا الكابتن مروان الصافي اللي رقصني في الاستوديو، يعني اقول لكم رقصني ليه، ولكن طبعا هو حصل على كاس طبعا افضل لاعب في البطوله واحد يعني اهم اللاعبين في الفريق، واللي كان له دور كبير طبعا مع باقي زملائه في الحصول على كاس افريقيا والتاهل لبطوله العالم. اهلا بيك يا مروان. اهلا بحضرتك، نورنا ومنور قناه النادي الاهلي. نورك. مروان، خلينا نبتدي معاكم القصه من البدايه، يمكن من سنتين 2019 انتوا نفس الجيل بتاعكم خد رابع عالم، كانت بطوله العالم في تونس. هنرجع شويه للبطوله دي، يمكن ظروفها، كنا مع مين في المجموعه، تأهلنا ازاي، قبل النهائي كنا مع مين، يعني نتكلم عن البطوله دي شويه. اتفضل. احنا سافرنا تونس طبعا، قبلها كان معسكر بولندا، عسكرنا اسبوع هناك تقريبا، وبعد كده دخلنا على طول في الماتشات الوديه قبل كاس العالم. ما كانش في كورونا يا كابتن؟ لا، كان لسه قبل موضوع كورونا بشويه يعني. وقابلنا بلغاريا وقابلنا البحرين ماتشات وديه وقابلنا كوبا، وبعد كده دخلنا في جو البطوله على طول. كان معنا في المجموعه المانيا، وكان معنا اليابان، وكان معنا المكسيك، والحمد لله قدرنا يعني من اول ماتش اللي احنا نبقى رجاله يعني، ودخلنا على طول مهم مركزين اللي احنا نحقق. طب الماتشات اللي قدام انتوا لعبتوها قبل كده، يعني لعبتوا ثلاث مباريات جامدين يعني، يعتبر كانت اعداد جيد. هل المباريات دي فرقت معاكم؟ يعني انتوا حسيتوا من المباريات دي انتوا رايحين تعملوا حاجه؟ ايوه طبعا، كان بالنسبه لنا اول كاس عالم لينا، يعتبر الوحيد اللي لعب كاس عالم كان حسين فينا، فاحنا بالنسبه لنا احنا كنا لسه اول كاس عالم او اول بطوله او اول حاجه يعني لينا، فالماتشات بالنسبه لنا كانت نقله، اللي احنا الاستريس يقل شويه. الماتشات طبعا الوديه مع الفرق زي دي، مع فرق زي كوبا والفرق دي، فرق طبعا مش ضعيفه او صحيح. مش متوسطه، فبالنسبه لنا اللي احنا نلعب الفرق دي في ماتشات وديه، فطبعا كانت فارق لينا طبعا، ونقله في المستوى كبيره، وتخلينا ندخل البطوله مرتاحين اكتر، او ما الاستريس علينا يكون اقل بكتير، اقل والاستعداد جاي. طيب خلينا نتكلم عن المجموعه، المانيا، المكسيك، كان معانا مين كمان؟ كمان اظن مين؟ اليابان. اليابان. طيب اول مباراه كانت مع مين؟ اول مباراه كانت مع المانيا. مع المانيا. تالي كنا في المباراه دي فزنا على ما اتذكر. ايوه كسبنا 3-2 الحمد لله. انا فاكر 3-2، وكان ده صعبه جدا. وكان المباراه دي صعبه، وكانت دي يمكن البوابه ان انتوا كانت طبعا طمعتنا ان احنا ناخد اول مجموعه. تالي كان المباراه الثانيه مع اليابان على ما اتذكر، صحيح ولا كانت؟ كانت مع اليابان، صح؟ لان انا كنت متابع البطوله دي كويس. طيب احنا فاكر اليابان برضو كسبنا 3-0 على ما اتذكر؟ لا، اليابان كنا كسبانين 2-0، وبعد كده خسرنا شوطين، وبعد كده كسبنا اللي هو الخامس. يعني 3-2. المباراه كانت ماشيه. طب والمباراه الثالثه المكسيك عملنا فيها ايه؟ لا، كسبناها الحمد لله 3-0 تاني. يبقى معلش انا عكست. طب تاهلنا كاول مجموعه عبد الرحمن، يعني يمكن اكمل معاك عبد الرحمن، احنا تاهلنا اول مجموعتنا، يمكن ده ريحنا في الطريق. بالظبط. قابلنا تقريبا رابع المجموعه الثانيه ولا عملنا ايه؟ صح، قابلنا رابع المجموعه الثانيه، كان نيجيريا، ودي كنا كسبناها في افريقيا الحمد لله. لا، دي كانت مشكله ان احنا عشان خسرنا منها في افريقيا. يا راجل، يعني احنا خسرنا منها في افريقيا من نروح، ولما قابلناها في بطوله العالم بقى كان زي ما تقول في ثار ما بيننا وما بينهم. انتقام شويه. خلصت كام؟ خلصت 3-0 الحمد لله، يعني تقريبا كان اسهل ماتش في كاس العالم يعني. يعني انتوا خدتوا حقكم تمام. بالظبط. طيب 3-0 طلعنا بعد كده على الدور قبل النهائي. تمام. كان معانا مين؟ كان معانا في دور الثمانيه، كان معانا بيلاروسيا. بيلاروسيا. فوزنا على بيلاروسيا. كان ماتش صعب جدا بصراحه يعني. بيلاروسيا كانت واخده كام في مجموعتها بقى؟ كانت واخده كام في مجموعتها؟ لا مش هفتكر صراحه، خلص كام؟ يا تاني يا تالت يعني. المباراه خلصت كام؟ خلصت 3-0. 3-0. يعني انتوا يعني في المجموعه كسبتوا 3-2 3-2، يعني مباراتكم كانت 3-2. فاحنا 3-2 ده بطل المانيا، بطل اوروبا كان المانيا، كان ساعتها اوروبا بطل اوروبا، المانيا بطل اوروبا، واليابان كانت بطل اسيا. الناس ما صدقتش طبعا. فاحنا طبعا داخلين بطل اوروبا بطل اسيا ورا بعض كسبناهم، فالموضوع كان بالنسبه لنا بس ما صدقوش يعني ولا حد صدق، يعني لا احنا صدقنا ولا انتوا صدق يعني. يعني بتهيألي لما تكسب بطل اوروبا بطل اسيا يبقى اظن يبقى الموضوع مش جاي صدفه. بالظبط. خلي بالك لما بتكسب مباراه بيبقى الموضوع ايه، بيبقى ممكن يقول لك ده صدفه ده حاجه، ممكن هم استهتروا بيها، انما لما بتكسب بطل قارتين موضوع مش صدفه. طب خلينا نقول مباراه قبل النهائي، يمكن دي اللي خسرناها عشان كده لعبنا على التالت والرابع، كانت مع مين؟ كانت مع ايطاليا. شكرا. شكرا. بس انا كنت متابع، عملنا مباراه كويسه انا فاكر. وانا عملنا مباراه كويسه الصراحه، بس هو في فرق في
في مستوى التمرين، في مستوى كل حاجه. هم كمان اللعيبه نفسها بتلعب دلوقتي في اقوى انديه في العالم. تمام. فطبعا ده بيدي لهم يعني اريحيه في الماتش زي ماتش احنا داخلين نهائي نص نهائي كاس عالم بنلعب ايطاليا، برده مهما كان كسبنا مين احنا برده مغضوضين. يمكن برده الاجسام تفرق. هم طبعا الاجسام تفرق يعني فرق كبير جدا يعني. طب ولعبنا مين في الثالث والرابع كمان؟ لعبنا ارجنتين. ارجنتين كانت معانا في المجموعه وكسبناها بس يعني برده ما توفقناش. لا عادي، بس هو يعني انا قصدي اقول لك ثالث زي رابع يعني الموضوع ما بقاش. بس كان نفسه برده يرجع ايه بميدالي يعني كده. بس هي كانت كتير. يعني عايز اقول لك كانت مفاجاه لينا كلنا، وحتى كنا متابعين الاخبار، وكان ساعتها المشرف على المنتخبات انا فاكر كابتن شريف الشمرلي. تمام. وكان دايما بينزل البوستات بتاعته على صفحته، وكنت انا بنتظرها واروح على اللينك جري اللي بينزلها اشوف الماتشات بتاعته. طيب خلينا نتكلم ان ده على سقف الطموح عند الناس، يعني الناس متابعاكوا كجيل، ولما نيجي نتكلم عن كنا بنذيع بطوله افريقيا فقلنا الجيل ده هو رابع عالم، فالناس قعدت بقى ركزت تشوف مين رابع عالم. حتى مدير فني المغرب اللي سجلنا معاه قال يا جماعه دول رابع عالم، انا يعني كتر خير ان عملت كده. تمام. طيب انتوا شايفين المرحله اللي جايه ازاي؟ انتوا شايفين ان احنا عندنا بطوله عالم، عايزين تعملوا ايه؟ استعداداتكم ازاي؟ والله انا شايف يعني بعد طبعا افريقيا لما كسبنا افريقيا المفروض بقى التجهيزات تبقى اكتر والمعسكرات بره تبقى اكتر، عايزين نتجمع بشكل يكون بدري شويه غير طبعا كاس العالم. احنا قبل كاس العالم على فكره احنا متجمعين قبلها بشهر، في ناس كانت متجمعه لنا بفتره كبيره، بس احنا اتجمعنا قبل بشهر، كان عندنا ثانويه عامه وامتحانات وكده، فمعرفناش نتجمعهم قبل كده. فاعتبر احنا خدنا شهر وبعد كده دخلنا في كاس العالم، يعني سافرنا بولندا وبعد كده دخلنا في كاس العالم على طول. بس متهيألي برضو خلي بالك يا مروان، كورونا مش هتدينا الفرصه. فانتوا لازم تبقوا مركزين على نفسكم جدا جدا. احنا طبعا مركزين، احنا خلصنا افريقيا وبعد كده رجعنا على التمرين على طول. التمرين ما عدناش يعني الفتره الكبيره، انا اعتبر قعدت يومين وعشان رجع على طول على النادي. بس طبعا لازم برضو ترجع من النادي تخش في جو منتخب، لان انت اصلا بيبقى معاك ناس ثانيه مش نفس الناس اللي موجوده. من الاهلي بس انت بتلعب مع مجموعه ثانيه، وغير كده بيبقى طبعا التمرين غير التمرين ونظام التدريب غير التدريب، فبتحتاج ان انت تاخد فتره اطول ان انت تخش في الجو الثاني الماتشات وجو المعسكرات عشان تبدا تتاهل ان انت تعمل حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم. صحيح. طب عبد الرحمن انتوا رجعتوا على تمرين كابتن حسام ولا رجعتوا على تمرين كابتن ميدو؟ كابتن ميدو طلعتوا على انتوا السته ولا مجموعه من السته؟ لا هو مجموعه من السته حسب اختيار كابتن ميدو. كابتن ميدو طلعتوا اتمرنتوا مع الفريق الاول وشغالين، يمكن دي لقطات من مباراه المغرب اهي، يمكن كانت مباراه تابعناها على شاشه قناه النادي الاهلي، والحقيقه اديته اداء كويس جدا. وعلى فكره منتخب المغرب مش وحش يعني، منتخب كافح، وحتى المدير الفني قال ان احنا ظروفنا صعبه وجمعنا قبل البطوله باسبوع. طب خليني ارجع لنقطه مهمه، البطوله دي عايز اتكلم على البطوله دي. البطوله دي يمكن يا عبد الرحمن كان ليها ظروف خاصه شويه، كورونا، ما سافرتوش بره، عملتوا اتمرنتوا قد ايه وجمعتوا فتره قد ايه؟ وطبعا يعني كورونا احنا في الطبيعي في اي قبل اي بطوله على الاقل شهرين، على الاقل تمرين معسكر شهر يعني، كل يوم تمرين، كل يوم تمرينين كمان في الشهر، ده بيبقى يعني معسكر مغلق خلاص. احنا مثلا ال 14 لعيبه او 16 لعيب اللي هو خلاص هيبقى فاضل اربعه هنصفي منهم وهنخش البطوله. طبعا احنا ما كانش في وقت خالص طبعا للكلام ده، احنا تقريبا متجمعين بالظبط قبل البطوله بشهر وكام يوم. وطبعا في كان عدد كبير. عسكرتوا فين؟ عسكرنا في فندق دار الهيئه الهندسيه. في جنب الاستاد. وكان تمرينكم في الاستاد. كان تمرين في الاستاد. تمام. وبعد ما خلصتوا يعني طول الوقت كان في التمرين ده. يعني قصدي اقول ما اتنقلتوش اسكندريه، ما رحتوش لا اي محافظه. لا ما كانش في فرصه خالص ولا في وقت اصلا، حتى احنا بالظبط احنا دخلنا معسكر اربع اسابيع تقريبا بالظبط ولا حاجه يعني، دخلنا على البطوله على طول. طب وكنتوا بتمرنوا فترتين مثلا صبح وبعد الصبح وبالليل وكل حاجه. والجيم كمان كان في فندق، كان في الجيم اللي في الفندق يعني كان صراحه كويس يعني، فكنا بنشتغل جيم في الفندق. طب مروان ما قلقتوش من الكورونا؟ ما قلقتوش من حاجه يعني؟ خلي بالكوا عشان يعني انتوا دلوقتي في مهمه قوميه ان انت تسيب بيتك وتمثل منتخب مصر في الظروف دي والناس كلها قلقانه، فدي مهمه قوميه يعني، انتوا طبعا زي اللي بيأدي رساله يعني. ما كنتوش قلقين من كورونا وانتم مع بعض في الاوضه؟ هل كان في اجراءات دايما بالصفه مستمره في؟ لا طبعا والله، الاتحاد عامه ما اثرش في حاجه، موضوع الالتزامات والاجراءات اللي المفروض نعملها يعني. حتى في الباص دايما كنا كل واحد لابس كمامته، وحتى في البطوله ففي الاوضه على قد ما نقدر كنا بنحاول كل واحد يبقى في اوضته.
حتى في المطعم برضو في برضو مسافة بين كل واحد والتاني يعني. لا يعني هو كان في أكيد كان في اختلاط لأن احنا مع بعض في الملعب مع بعض في لا بتكلم في مع الآخرين مش مع الفرقة. لا لا ما لا بصراحة أي حد كان من بره الفرقة ممكن ما كانش فيه اختلاط خالص بيه لأن دايما كنا مركزين بس اللي احنا نخش نركز اللي احنا كلنا بقى كاملين محدش يكون ناقص فينا يعني. صحيح. طب يمكن يا عبد الرحمن يعني برضو حتة الفرقه اللي جايه يمكن انتوا الفرقه اتاكد وصولها قبلها باسبوع يمكن ما كانش حد عارف من اللي جاي يعني اللي كمان قبل اقل من اسبوع كمان. طب انتوا كنتوا الموضوع ده ما عملكوش تشتيت ذهني شويه؟ اه طبعا كان يعني عايزين نعرف مين الفرقه اللي هتشارك عشان نحضر ان عايزين كنا طبعا محتاجين يعني كنا عايزين تونس تيجي كنا عايزين نيجيريا تيجي كنا يعني انتوا كنتوا عايزين اصلا تونس ونيجيريا. اه احنا كنا عايزين تونس ونيجيريا تيجي بصراحه يعني احنا كنا عايزين نلعب ماتشات ونكسبهم يعني بيعجبني اللهجه دي بصراحه ان انا مش قلقان من الفرقه لا انا عايزين تونس تيجي. هم كمان كانوا خايفين مننا طبعا وعاملين حسابنا اعتقد يعني ده اثر كتير قوي في ان هم يجوا في موقفهم من في البطوله يعني قال لك ممكن نيجي وما نكسبش البطوله ومثلا ما ناخدش ميداليه بس خلي بالك بيتاهل اول وثاني كان فرصه انا عارف حلوة. بس هو يعني ممكن بقى اللي هو ايه كورونا لا موضوع كورونا انا بصراحه تتحرك بس خليني اقول لك برضو انه يعني انتوا برضو كنتوا عندكم هدفين لو كلامي غلط يعني قولوا لي عندكم هدفين اول هدف ان انت تاخد البطوله وتتاهل كاول افريقيا طبعا لبطوله العالم تاني هدف ان انت تظهر بمظهر يليق برابع العالم صح تمام يعني يمكن ده اللي كان عندكم واكيد الجهاز الفني اتكلم معاكم في هذا الكلام قال لكم ده ازاي وطبعا يعني كان كابتن هاني ما كانش معانا في كاس العالم انا عارف طبعا كان جهاز فني مختلف اه كان هو بس كابتن ناصر كابتن حسن حصري اللي كان معاكم كابتن حسن اللي كان معانا في كاس العالم وكابتن ناصر كان مساعد برضو كابتن ناصر كان هو المساعد في بطوله افريقيا دي فهو الوحيد يعني اللي كان عارف الاجواء بتاعتنا في كاس العالم هو اللي كان حافظنا كويس كابتن هاني طبعا ايه عارف ان احنا رابع عالم وعارف عارف نص الناس تقريبا يعني بيقابلهم في الدوري بيلعبوا حافظ اللعيبه برضو يعني فكانت سهله برضو عليه يعني ان هو يخش معانا ويفهمنا وجهه نظره وعرفنا ان يعني الصراحه الفرقه كلها كانت رجاله وعرفنا نعمل اللي هو عايزه بالظبط يعني. طب مروان يمكن حصولك على كاس احسن لاعب اكيد ده يعني مش عارف كنت متوقعه ولا يعني ادائك اثناء البطوله يعني ساعات اللاعب يقول لك انا هاخد احسن لاعب لا انا هاخد الهداف انا هاخد كاس هل انت كنت متوقع الكاس ده ولا انت بتلعب وخلاص؟ انا عامه في حياتي في الفولي او بره الفولي انا مش بحط التارجت لنفسي ان هو توصل لنقطه معينة انا دايما بعمل اللي عليا على قد ما اقدر وبجتهد وبشتغل مع نفسي واللي ربنا يعني انا دايما اللي بيجي لي اي حاجه بتجي لي او بتحصل لي بحمد ربنا عليها مهما كانت ايه هي سواء كانت مرضيه او مش مرضيه دايما بحمد ربنا بس في البطوله دي يعني او فيما بعد يعني في اللي جاي انا مركز بس ان انا اكون في التوب او في افضل مكان اللي انا او افضل مستوى اللي انا ممكن اوصل له موضوع الجاز فرديه من موضوع اي حاجه تانية بحطها على جنب اهم حاجه بس مكسب الفريق والمكسب لينا بيكملنا كلنا مش مين مسك الاعلى مروان انا عامه يعني طول من صغري من مثل على كابتن احمد صلاح طبعا هو دايما بتفرج على فيديوهاته دايما حتى في التمرين بحاول قد ما اقدر اتعلم دي اللحظه وانت بتاخد طبعا كاس احسن لاعب في البطوله بتبقى اكيد لحظات حلوه بص المكسب للفرقه طبعا ده الاساس تمام والكؤوس الفرديه دي اذا كانت بتبقى يعني كسي في او كتاريخ ليك انما انا فاهم من كلامك ان انت يعني اهم حاجه عندك هي الفرقه طيب احمد صلاح هو مثلك الاعلى في ايه يعني هل هو الكارير بتاعه احترافه عايز تبقى زيه في ايه طبعا كابتن احمد صلاح يعني الناس كلها مش محتاجه ان انا اتكلم عنه ده مثل الاعلى انا كمان تمام يعني بصراحه يعني ما شاء الله عليه والله عمل كل حاجه ممكن تعمل في البولي عامه كاحتراف او جائزه فرديه او بطولات او ماتشات فبصراحه يعني على مدار 20 سنه هو التوب فعلا ما فيش حد فعلا غير كابتن احمد صلاح طب انت بتلعب في نفس مركزه تمام طيب يعني عندك استعداد مش عيب على فكره ساعات الاستاذ وتلميذه بيخش في منافسه وكومبيتيشن قلناها كتير تمام. ان طبعا في الاستاذ وفي التلميذ انت جاهز للمنافسه دي طبعا جاهز دايما جاهز طب يعني عبد الرحمن مين مسك الاعلى والله هم كتير قوي لا قول لي اثنين طيب لا يعني كان اول مسك الاعلى ده طبعا اخويا يعني هو في نفس المركزي كمان واول ما اتولدت كان بيلعب فولي في نادي الاهلي كمان فيعني كان نفسي ابقى زيه بصراحه ده البدايات طبعا واكيد الاخ بيكون مثلك الاعلى في يعني في حاجات كتير لانه طبعا بيبقى الاخ والد طيب يعني مين تاني غير الاسره خارج الاسره لا طبعا في يعني كابتن ميدو طبعا نفس المركزي برده يعني حاجه كويسه برده انا اتعلم منه حاجات كتير في وقت ده دلوقتي في كابتن حمدي الصافي طبعا اللي معايا في يعني اعتقد كل الناس اللي معايا في الفرقه دلوقتي صحيح. يعني خلي بالك بتعلم منهم بصراحه
القاب برضه. ما طبعا كابتن حمدي صافي تاريخ برضه يعني. تاريخ كبير جدا. تاريخ كبير جداً. يعني. خلي بالك النادي الاهلي كله الحقيقه تخد تغمض عينك هتلاقي ما دي ميزه الصراحه ان احنا في نادي الاهلي يعني واحنا صغيرين كده نتعلم من الناس كتير قوي يعني. خليني بقى اتكلم معاكم في نشاتكم وازاي بداتوا بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ابطال افريقيا يعني ورابع العالم للشباب ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفي خبر عاجل. الاهلي يغرم كهربا 200,000 جنيه ويستبعده من المباريات لمده شهر لعدم الالتزام. تاني بكرر الخبر، خبر عاجل، الاهلي يغرم كهربا 200,000 جنيه ويستبعده من المباريات لمده شهر لعدم الالتزام. نرجع لحلقتنا ونرجع لضيوفنا طبعا نجوم مصر في الكره الطائره شباب واللي طبعا حصلوا على توت افريقيا اللي ذيعناه على شاشه قناه النادي الاهلي واللي تاهلوا لبطوله العالم القادمه ان شاء الله واللي هتحدد مكانها وميعادها اكيد اليومين اللي جايين. يمكن ارجع لك عبد الرحمن، هل ميعادها اتحدد؟ هل سمعته هتلعب فيه؟ لان احنا سمعنا تضارب كبير جدا. ما احنا يعني احنا قالوا لنا ايطاليا وبلغاريا. ما هو قالوا الاثنين. وقالوا الاثنين. وقالوا لا الميعاد اتاجل وهتحدد الميعاد، وقالوا المكسيك. يعني لغايه دلوقتي الدنيا مش باينه. دلوقتي مفيش. بس هنلعبها خلاص، ما احنا متاهلين يعني ان شاء الله. طب خلينا نتكلم في نشاتكم يعني يمكن برضو مهم. ليه؟ لانه اكيد في اطفال صغيرين يعني ما شاء الله. انت دلوقتي انت في سنه كام دلوقتي يا عبد الرحمن؟ انا في ثانيه جامعه تاني. يعني ما شاء الله يعني عدي 20 سنه تقريبا. وانت مروان؟ ثانيه جامعه. ثانيه جامعه ما شاء الله. يعني ايه اكيد دلوقتي في اطفال صغيرين بيتفرجوا عليكم، انتوا بالنسبه لهم قدوه زي ما انتوا شايفين لعيبه احمد صلاح وكابتن حمدي الصافي مع الاحتفاظ بالالقاب وكابتن ميدو يعني مثالكم الاعلى. اكيد في لعيبه صغيره بتصركم. نشئتكم كانت ازاي؟ ابتديتوا ازاي؟ اتمرنتوا فين؟ كلمني كده عبد الرحمن. انا طبعا ابتديت فولي في نادي مدينه نصر. كان اخويا واختي برضو بيلعبوا. كان عندك كام سنه؟ كان عندي تقريبا 7 سنين يعني حاجه كده يعني. ده السن الطبيعي اللي بتبتدي فيه الطيب المفروض يعني. يعني هو ولا بدري شويه؟ لا هو يعني هو المفروض بدري شويه بس هو كل ما تبتدي بدري يبقى احسن يعني. احسن بيفيد يعني اكتر. بس يعني ولعبت هناك سنتين تقريبا او 3 سنين. وصلت 9 سنين. طيب لحد ما كابتن احمد ثابت هو اللي يعني اقنع اهلي ان انا اروح العب في النادي الاهلي. وطبعا كان بالنسبه لهم يعني اللي هو يعني حاجه كويسه. وطبعا بالنسبه لي كان اللي هو وفق نادي الاهلي يعني طبعا, طبعاً. وانا 9 سنين كمان فيعني الموضوع بالنسبه لي كان حاجه كويسه جدا. كابتن احمد ثابت هو اللي اكتشفك وقال يا جماعه عايزه يجي النادي الاهلي؟ كان هو اللي بيمرن النادي الاهلي في السن ده ولا؟ ايوه كان هو اللي بيمرن في السن ده. طيب وانت قلت لي ان كان ماسك الاعلى محمد الحسيني اخوك. ولما اتنقلت النادي الاهلي فضل ماسك الاعلى محمد حسيني وفضل شايفه وباصص له وكده؟ طبعا يعني هو كان ساعتها برضه في النادي الاهلي فكان بالنسبه لي وان انا اخلص تمرين واروح اتفرج عليه. طبعا انا طبعا ما كنتش بتفرج عليه خالص ده يعني بالنسبه لي كان مشوار زمان. طبعا انما دلوقتي لا طبعا يعني في الفتره دي ساعتها يعني كنت بخلص بروح اتفرج عليه اطلع اقعد معاه في الاوضه. يعني الموضوع كبر اكتر يعني مش قال يعني. لما في لاعب او يعني اخوك او والدك او حد بيبقى في اللعبه بتبقى دخلت في الاجواء اكتر يعني كمان. طب انت مشيت بقى يعني تدرجت في الاعمار السنيه وكبرت كبرت كبرت، هل في منتخبات قبل منتخب الشباب اللي هو رابع عالم كان في منتخبات شاركت معاها؟ شاركت في منتخب اللي هو كان برضو الشباب ساعتها بس كنت اصغر منهم بسنتين. صعدوك؟ خدنا سادس عالم في البحرين. انا فاكر برضو البطوله دي. كنت انا تقريبا اصغر واحد في البطوله. كنت بتلعب ولا كنت بس يعني كنت بشارك بس مش بصفه اساسيه يعني. ما شاء الله بس يعني الحمد لله. الجيل بقى اللي انت بتقول عليه انت اتصعدت معاه ده في يوسف الصافي اللي رقصني ترقيصه مروان. اللي انا اتلخبطت فيهم. فهو الجيل ده اللي انت اتصعدت معاه. تمام. هايل. طب مروان انت بالنسبه لك النشاه كانت ازاي؟ ابتديت فين؟ اتعلمت الطايره فين او الفولي فين؟ انا عامه اصلا انا من البحيره. انا اخويا الكبير خالص محمد هو اصلا اللي علمني فولي ومعلم يعتبر معظم الاجيال اللي طلعت بعديه هو اللي بادئ معاهم فولي. تشابهت الايه؟ تشابهت الطرق. يعني انتوا الاثنين ما شاء الله الاخ هو اللي حطكم على البيت. هو خريج تربيه رياضيه وكان بيلعب في العبده منهور. كان جيل كابتن خالد فيومي وكابتن حسام. فبعد ما خلص طبعا كابتن خالد الفيومي من الاسامي الكبيره سنه وبيلعب في نادي سموحه. وكنا غطينا له بطوله افريقيا من سنتين وهو راح نادي الاتحاد بس كنا يعني غطينا له بطوله افريقيا من فتره. اتفضل يا كابتن. بعد كده لما خلص فولي بدا بقى يتجه لموضوع التدريب وكده لان هو اصلا خريج تربيه رياضيه وبتقدير امتياز. فكان حاجه في مجاله طبعا وحاجه اتطور فيها بشكل مستمر فبدا معايا وانا من صغري اصلا وانا صغير خالص. الفرق بينكم قد ايه؟ أخويا عنده 32 سنة. شفت بقى لأن فرق كبير طبعا. يعني زي والدك هو يعتبر هو طبعا مهم والد الله يرحمه يعني الله يرحمه. فهو أخويا الكبير هو بدأ معايا وأنا لسه مثلا
خمس ست سنين بدأ معايا بقى يعلمني وبدأ يبقى أكتر معايا في كل حاجة في حياتي في مدرستي كان برضو بيذاكر لي. وبعد كده لما بدأت بقى خلاص وصلت مرحلة أنا 15 سنة لازم أروح نادي وكده. هو فرحان بيجي دلوقتي جدا طبعا جدا يعني بيتفرج علينا النهاردة؟ بيتفرج أكيد يعني نبعت له التحية ويعني وبنقول له يعني خرج لنا بطل كبير ربنا يخليك. انا بعد كده اصلا اخويا يعني انا اعتبر عيلتي كلها اخواتي كلهم كانوا بيلعبوا فولي. حتى اخويا احمد اللي بعد اخويا محمد ده كان لعب في الناشئين في الجيش والزمالك وراح سموحه في فيرست تيم يعني ما شاء الله كان بياخد واخد اللعبه احترافا تمام. فيعتبر احنا عيله كلها بتلعب فولي اصلا ما شاء الله بس شاء الله. طب قول لي رحله انتقالك بقى للنادي الاهلي كانت ازاي من العاب دمنهور؟ انا في من 15 سنه كنت اعتبر جالي كابتن محمد بديوي كان مدرب عبد المنهور جه اتفرج عليا وبعد كده قال انا محتاجه وكده. اخو محمد قال لي ايه رايك؟ انت كنت بتلعب في البحيره؟ كنت بلعب في البحيره بلعب ما مش بلعب انا كنت يعني بتمرن بجهز لحاجه معينه. قعدت لغايه 15 سنه تجهز؟ مش بقى يعني بقى عادي بتمرن هوايه كده ما بينش مع فريق. لا انا قصه زي كده خلي بالك على فكره انا اول نادي سجلت فيه اول نادي روحته كان الاهلي. رحت اختبرت في الجيش والحمد لله ما فيش نادي روحته الا وكان عايزني. انت عند 15 سنه جه مدرب العاب دمنهور بس جه اتفرج عليا وقال انا محتاجه معايا في الفرقه وكده. كلم اخويا محمد عشان برده كان صاحبه معايا برده في نفس المجال نفس السن برده كان نفس السن برده كمان نفس السن. طب تمام جه كلمه قال له انا محتاجه كده. قال له هو عادي يجي معاك وكل حاجه بس هو يعني مش عايز يروح مكان غير الاهلي. انا كنت حاطط من صغري ان انا اروح الاهلي يا ما كملتش خالص بس بعد كده قال له خلاص لو في اي وقت قاعد او كده هيكون هيجي لك وكده. بعد كده رحت كان عندنا اتنين كانوا بيلعبوا في طلع الجيش كلموا الكابتن وقال له في واحد عندنا ويشوفه وكده. فروحت اتمرنت تمرينتين في طلع الجيش وكان ساعتها اللي ماسك في طلع الجيش كان كابتن اسلام اللي هو الاربعات كابتن اسلام معوض ولا معوض اسلام معوض. بس شافني وكده قال لي برده محتاجينك وكل حاجه. بس انا ساعتها اصلا كنت اوريدي رحت الاهلي اتمرنت من التيم مع كابتن جابر عبد السلام وبعد كده خلاص كابتن جابر قال لي ان انا محتاجه وكده. بعد كده كلمت كابتن اسلام قلت له انا مش عارف اكمل عشان خلاص انا اروح الاهلي وكده. وبعد من ساعتها بقى من ثاني سنه 15 لحد دلوقتي انا في الاهلي. محمد اخوك فرح طبعا عارف ان انت الاهلي طلبك ها؟ طبعا هو مش طلبني انا رحت اتمرنت بدات يعني كلمت كابتن جابر عبد السلام قلت له انا وضع 2 3 وقال لي خلاص تعالى تمرينه مثلا بكره الساعه 4. رحت بدات مع اول ما شفته خلاص هو قال انا محتاجه كده بس هو يجي فتره لحد فتره التسجيل يجي اتمرن فتره. ساعتها قعدت 3 شهور بتمرن بروح واجي كل يوم البحيره لحد ما اتسجلت وقعدت في الشقه. ساعتها كنت بتروح كل يوم وتيجي لمده 3 شهور كنت كل يوم تمرين الساعه 4 بخلص تمرين واروح واجي ثاني يوم نفس الثلاث شهور بالظبط. رحله كفاح يا ابني والله العظيم الحمد لله كفاح يا ابني والله ربنا يكرمك. وكمان خلي بالك محمد صلاح كان كده يعني على قدر المعاناه على قدر النجاح طبعا. وبالتالي انت يعني طب انت في الاصل يعني انت كان عندك هدف من صغرك ان انت تروح نادي الاهلي طبعا. اخوك كان عنده الهدف ده طبعا. انا حتى اي نادي ثاني حتى كابتن خالد فيوم كلمني وقال لي تيجي سموحه وكده قلت له لا انا عايز اروح الاهلي. انا يعني حبيت ان انا كنت من صغري حابب ان انا اتمرن في الاهلي والعب في الاهلي لان طبعا الاهلي غير اي نادي في مصر. حوار الجرعه التدريبيه والبطولات والاهتمام وكل حاجه غير اي نادي في مصر. مع طبعا احترامي لكل الانديه بس يعني الاهلي بالذات في حته ثانيه في حوار التدريب والماتشات وكفرقه لان المنتخب اصلا يعني بص لاي منتخب تلاقي معظم الاساسيين من الاهلي فطبعا كان نقله ليا طبعا في حياتي ان انا اروح الاهلي. والحمد لله قدرت ان انا اكمل وقدرت ان انا استمر لحد النهارده يعني. ربنا يوفقك يعني. واحنا وانا يعني يمكن يعني سمعت وقريت لك قبل كده على بعض الصفحات ان انت حلمك ان انت تحترف في ايطاليا كلام مظبوط؟ انا طبعا انا حلمي مش يعني مش هطرق نفسي ان انا اكمل في مصر. انا يعني اي حد في مجالنا يعني في جيلنا كلنا ما حدش يعني هو طبعا كله يتمنى يلعب في نادي كويس في مصر كل حاجه بس كله هطرق نفسه ان هو يطلع بره. النقله اللي بره بتفرق جدا معاك حتى بالذات بعد لما لو ربنا كرمك وطلعت بره ورجعت تبقى نقله ليك كبيره جدا في مصر. صحيح يعني زي كابتن احمد يعني صلاح وكده لما طلع ورجع كل الناس اللي احترفوا بره ورجعت رجعوا بشكل مختلف جدا عن ما كانوا في مصر وكانت نقله كبيره لهم في حياتهم اصلا بعد كده. ربنا يوفقك غير السي في وطبعا حاجات بتبقى اضافات ليهم كتير. انت شكلك مكافح يا مروان وربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. يعني عبد الرحمن يمكن اجي لك برضو يعني اكيد يعني المعاناه او التدريب او التعب الناس فاكره ان اللعيب بيبقى مرفه. احكي لي يومك
يعني انت مثلا في الجامعه تصحى من نوم الساعه كام؟ بتروح جامعتك ايه؟ طبعا دلوقتي اونلاين كله. بعد الكورونا كله. بس خلينا مثلا نتكلم على اليوم العادي، لو عندك جامعه بتتمرن، بتنام ازاي؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ بتحافظ على مستواك ازاي؟ يعني كلمنا عن يومك. يعني بصراحه كده، وطبعا موضوع التمرين وكده صعب ان انا امشي معاه في الجامعه. طبعا دي موضوع مش صعب. مش دايما هعرف اوفق يعني. فانا يعني الحمد لله يعني حاولت يعني اختار جامعه الموضوع يبقى سهل. انا في جامعه عين شمس اللي هي تجاره انجلش عين شمس. بس صعبه برضو. بس صعبه صعبه برضو. دي لحظات طبعا حصولك على مظبوط كده يا جماعه اللي انا شايف حصولك على طبعا كاس احسن استقبال، مظبوط ولا انا غلطان؟ مظبوط. تمام. ودي كانت لحظه بتهيالي انت كنت متوقع كده ولا لا؟ يعني متوقعتهاش احسن استقبال بصراحه. كنت متوقع تاخد جايزه ايه؟ لا وانا التارجت بتاعي ان انا في اي بطوله اخش ابقى احسن لاعب يعني في البطوله وبتاع، وقدرت الحمد لله اعملها في كذا بطوله قبل بس كده. بس ما راحتش يعني بعيد، راحت عدت يعني الترابيزه بس راحت حتى انت الاثنين واحد. بس خليني اقول لك انه يعني انا اقول لك انا اتفرجت على الماتش بصراحه، انت ادائك عجبني جدا بامانه والله. يعني انا اتفرجت عليك، حتى انا سالت على اسم مين ده يا جماعه، مين ده؟ قالوا لي لا ده حاجه صاروخ ما شاء الله. وقالوا لي نفس الكلام يعني زميلنا في الاعداد طبعا ناجي حافظكو طبعا واحد واحد، قال لي يا كابتن ده ما شاء الله طالع بسرعه الصاروخ. ربنا يحميك يا رب يعني من الاصابات، وعندك شخصيه، وانتوا الاثنين عندكم شخصيه وعندكم يعني طموح وهدف ان انتوا توصلوا، فلفتوا نظري. زائد طبعا كمان انس شوقي. انس شوقي صانع الالعاب كان معاكم، كورته مظبوطه، بيشوط المظبوط. انا بحترم قوي صانع العاب، ولو انا بقول الكلام ده قول لي انا غلط على فكره. لا تمام. بحترم جدا صانع العاب اللي يشوط المنطقه الخلفيه. يعني نادرا بتلاقي صناع الالعاب من اليمين للشمال. انما اللي يفيك الدفاع ويرفع المنطقه الخلفيه قدمون من الخلف، دول بيبقوا سكتهم سلك. فالصراحه انس عجبني في المباريات لما الدنيا كانت بتقفل الاقيه بيروح رفع المنطقه الخلفيه. طب خلينا نرجع ليومك. عندك مشكله طبعا في التمرين، بيبقى اكيد طبعا. اخترت جامعه، وعلى فكره تجاره انجليش صعب برضو، محتاج شغل يعني اكيد انت برضو مفهوم في المذاكره يعني. ومفهوم في الامتحانات. فيعني طيب تمرين بالليل بتخلص كام؟ بتروح كام؟ في بيتك فين كده؟ كلمني عن التمرين. وطبعا يعني بدات التمرين مش دايما بيبقى بالليل، فالمواعيد بتختلف طبعا. بس هو لو بالليل يعني في الغالب بصحى الصبح، لو في جامعه مثلا وامتحان او اي حاجه بحضره بتخلصه. برجع على البيت اكله مثلا لذيذه كده. بعد كده بطلع التمرين طبعا. والفكره دلوقتي بس ايه، في مشاوير كوبري 6 اكتوبر يعني، بس يخف شويه عشان بيخلص نص اليوم يعني. وخلي بالك هي التمارين يا اما من 4 ل 6 يعني 6 ل 8 ل 10 يعني، في كلها مواعيد يعني كلها بتبقى زحمه بالظبط. طب خلصت تمرينك، تمرين طيران عرب الفولي، لو انتوا تمرينكم متاخر يعني من 8 ل 10 لا بيقعدوا ل 11 انا اعرف كده يعني. كمان يعني احنا بنيجي ساعه بدري عشان البدني والجيم وكده، وبنخلص يعني تقريبا يعني التمرين بساعتين ساعتين وشويه يعني، مش بيطول. بتروح طبعا عشان تعيد السايكل تاني بالظبط يعني. انت بتسهر ولا بتحب يعني؟ والله انا على حسب الاوقات يعني، انا بحب السهر عامه بس هو على حسب الوقت اللي يعني محتاج ايه يعني. بكره عندي ماتش انام بدري بالظبط. بتنام امتى يوم الماتش؟ يعني مثلا في البطوله كنا لا بنحاول ننام بدري قد ما نقدر يعني، بس انا طبعا كنا بنخلص تمرين متاخر يعني، كنا بنخلص تمرين المعسكر متاخر. لا بتنام عبال ما نتعشى بقى، واللي فيه علاج ودكتور معانا علاج طبيعي طبعا. كانت ليله كبيره الصراحه، كنا بنخلص يعني الساعه 12 ولا حاجه الكلام ده بالليل يعني. طب قول لي يعني لما مثلا لا قدر الله مثلا بيبقى عندك شد، عندك حاجه، عندك مين بيعالجك؟ هل بتروح لدكتور المنتخب ولا بتروح يعني الدكتور المسؤول عن الفرقه اللي انا فيها دلوقتي يعني؟ ولا بتروح لدكتور النادي الاهلي؟ بس في ناس تقول لك لا انا احب اتعالج مع دكتور النادي بتاعي مثلا، في ناس تقول لك لا دكتور المنتخب. دكتور النادي الاهلي دكتور سامح ظلام طبعا يعني، اسطوره برده في المجال يعني. بس هو يعني انا بصراحه مش يعني انا مثلا في المنتخب ما كنتش بعرف اخرج من المعسكر، فكان معانا دكتور هاب طنطاوي برده، دكتور كويس جدا يعني والله، عمل معانا يعني فكرة كل عمره فولي. نعم طول عمره فولي طنطاوي يعني، دكتور طنطاوي يعني طول عمره فولي بصراحه، كان بيخرج كل اللي عنده يعني، والصراحه ما قصرش معانا في حاجه خالص يعني. فربنا يحميكم على الاصابات بس، وربنا يكرمكم. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، وخليكم فاكرين ان البطوله او الابطال مش بيجوا من فراغ، بيجوا بعد شغل ومجهود، وده دورنا في البرنامج ان احنا نفسر لكم ونجيب لكم كل التفاصيل عشان يتعلم منا الناشئ. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجوم الشباب للكره الطائره واللي تاهلوا لبطوله العالم واللي حصلوا ايضا على رابع عالم من سنتين. مروان يمكن اجي لك، اتكلمت عبد الرحمن، شفنا يوم ونظامه، المعاناة اللي بيعانيها الرياضيين عامة سواء في الدراسة أو في اللعب.
لانه بره بيبقى الجامعه انت بتلعب في جامعتك فبتبقى الدنيا سهله، انما دلوقتي انت في جامعه والنادي بعيد عنها. انت في جامعه ايه الاول؟ انا في جامعه حلوان تربيه رياضيه. سنه ثانيه مش كده؟ سنه ثانيه. طيب بتعمل ايه برضو خاصه النادي يعني جامعه حلوان بعيده عن النادي؟ احكي لي يومك. انا يوم يعني بصحى الصبح عامه لو انا ما عنديش تمرين الصبح، ساعات بيبقى في تمرين الصبح وساعات بيبقى في بالليل وساعات بيبقى في الاثنين. فانا لو ما عنديش حاجه الصبح عامه بصحى افطر واصلي اقعد في البيت، لان بالذات انا قاعد مغترب فما عنديش مثلا اهلي في البيت وكده، فببقى يعني على قد ما اقدر نفسك وتطبخ وكده بالظبط، فبحاول اشوف ايه اللي ورايا اخلصه. اي تطبخ كويس يا مروان؟ يعني والله مش عارف. لا قول لي يعني. بيقولوا لي كويس يعني. طب انت لما تبقى مزاجك رايق كده تطبخ ايه؟ والله دايما انا بحب عامه، انا بحب اعمل رز وخضار عامه او اي نوع من انواع اللحوم بقى، فراخ لحمه اي حاجه. اهلنا اللي في بحري دايما الرز والخضار دايما، يعني يحبوا دايما الاساس يعني رز وخضار. طب بتعرف تعمل لحوم؟ تعمل؟ انا الحمد لله بعرف اعمل اي حاجه يعني في الطبخ وكده، بس المميز فيه قوي يعني البطاطس بالفراخ باللحمه. هي بس. طب انا جاي عشان اكل. لا اتفضل تنورنا. اكلمك اقول لك يا مروان انا جاي وجهز لنا اكل يا رب تعجبك. بس يا باشا لا ان شاء الله تعجبنا. طب قول لي يعني برضو مين علمك الطبخ؟ انا عامه في حياتي عامه في اي حاجه بتعلمها مش بحب ان انا مثلا حد يجي يعلمني حاجه، حتى في سواقه العربيات او اي حاجه يعني معينه في حياتي بتعلمها بحب ان انا اتعلمها بنفسي. بحب اخش اعمل سيرش، اعمل اروح مثلا حد مميز فيها في الحاجه دي بحب اتعلم منه. بس انا دايما يعني في المطبخ اللي كانت لما ارجع البحيره بتبقى دايما والدتي اللي بتطبخ وكده، ربنا يخليك. فدايما بحاول اقف جنبها لو محتاجه اي حاجه بساعدها، دايما بعمل لها طبق السلطه. طبعا ده اساسي لاي رياضه. اساسي بس طبعا. فبحاول اتعلم منها قد ما اقدر يعني، وبحاول بعد كده لما اجي اعمل اي حاجه مثلا اخش اعمل سيرش على الحاجه دي وبحاول اطبق قد ما اقدر الحاجه. بتنزل تشتري طلبات طبعا بنفسك، تجيب اللحمه بنفسك هنا في مصر وتجيب كل الكلام ده ولا لا؟ لا بنزل اكيد، بنزل السوق اجيب اللي ناقصنا عامه. بس في الفتره اللي بيبقى عندي مثلا تمرين الصبح وبالليل او عندي جامعه او حاجات ما يعني يومي مش فاضي مسحوم يعني ما دايما بطلب دليفري. لو هتعمل ايه ما هتتفصل. لكن لو في وقت عادي او يوم فاضي بحاول قد ما اقدر يعني استغل في الفراغ ده. ما بحبش اقعد مثلا امسك الموبايل 24 ساعه، ما بحبش اقعد يعني يوم يصلي يا اما اطبخ اعمل حاجه معينه في البيت يعني. طب لما بتاخد اجازه بترجع البحيره ولا بتقضيها هنا في مصر ولا لا؟ حسب. طبعا لو على حسب الاجازه يعني، لو يوم ما بنزلش، لو اكتر من يوم مثلا يومين ثلاثه اسبوع فتره كبيره بحاول قد ما اقدر انزل اقعد مع اهلي. طبعا بيبقى وحشني وحشني الاكل بتاع البيت واللمه والكلام ده. صحيح. طب قول لي يعني برضو اجي لك يا عبد الرحمن، لما الواحد بيلعب ماتش كويس او بياخد بطوله او بياخد حاجه بيروح ماسك التليفون طالب حد، مين اول واحد بتطلبه بعد ماتش؟ يعني وانا مش بطلب حد معين بصراحه. هم اللي بيطلبوك؟ كله بيطلبني بس. طب مين اول حد بيطلبك دايما يعني؟ تفتكر ده اول يعني اخويا دايما بيكلمني برضو على طول، بيتابعك طبعا يعني. امي برضو، والدتي يعني برضو على طول بتكلمني بعد الماتشات لما ماتش كمان يعني كويس اعمله العب حلو يعني، هم دول اول اتنين بيكلموني يعني. طب قول لي انت يعني هل انت الاطفال هم صغيرين بيبقوا تعبين بالذات الرياضيين بيبقى لهم مزاج معين في الاكل وعايزين حاجات معينه وبتاع، انت تعبت اكلك اهلك في الموضوع ده موضوع الاكل يعني؟ يمكن مروان الراجل عارف سكته والراجل ما شاء الله عليه يعني عارف هو بياكل ايه ومحتاج ايه. انت كنت متعب ولا؟ يعني ما اعتقدش متعب بصراحه يعني، انا بحب الاكل فاي حاجه كانت مظبوطه معايا بالظبط، ما عندهمش اي مشكله في لا لا خالص. طب قول لي انت يعني لو عندك مباراه، عندك مباراه وقاعد في البيت مش في معسكر، بتقول لوالدتك تعمل لك ايه؟ ايه الاكله النموذجيه ليك اللي تاكلها لما تروح؟ المفروض بقى كرياضي ولا لا اللي انت ليك انت؟ خلي بالك ما هو في ناس تقول لك لا انا ما بحبش اكل مثلا سمك قبل الماتش، كل واحد على حسب. انت بتحب تاكل ايه قبل ما تروح المباراه؟ يعني اكل فراخ مسلوقه مثلا، بطاطس، بحب البطاطس جدا بصراحه يعني. البطاطس بتحبها جدا؟ يعني مين فينا بيكرهها؟ بكل الاشكال يعني. والنادين بيحبوه على فكره. يعني. ومروان بيعمل صينيه البطاطس حلو جدا. نروح له بقى عشان ابدوها لك. والله خليك ضروري يعني، مش واضح ان يعني هيعمل لك، بس ايه ما تعملهاش مسبكه قوي عشان الراجل ينزل يعرف ينط. لا لا. طيب خلينا اتكلم برضو عن يعني علاقتك باخواتك، انت ليك كم اخ؟ انا ليا اخ وليا اخت. اختك بتلعب طايره برضو؟ هي كانت بتلعب بس هي خلاص يعني اتجهت بقى للشغل وكده يعني. هي اكبر منك؟ هي اكبر مني ب 12 سنه تقريبا. انت اصغر واحد؟ بكتير. طب هو مين اللي كان تعبان معاك؟ يعني بيروح وراك باباك ولا مامتك الماتشات والتمارين؟ طبعا والدتي يعني هي اللي اتبهدلت معايا الصراحه. يعني وانا صغير كمان كانت ما بتسيبنيش يعني على طول ورايا. اخر العنقود بقى وصغير وبتاع وابني بالظبط تروح معاك كل حته. كنت تعبها جدا انت يعني الصراحه. برضو يعني ربنا يخليها لنا بس هي فخوره بيك يعني يا رب. يعني فخوره بيك يا اكيد انت بعد الالقاب دي والبطولات دي
والله يعني والدتي الصراحه يعني اكتر حد بتقف جنبي في الحلقه، بتحب الصراحه ايه اول ما ارجع البيت بقى تقعد تتكلم معايا، تعرف الاخبار، تعرف. طب قول لي انت سعيد بالخطوه دي صح؟ سعيد ان انت الحمد لله بقالك اسمك وان شاء الله يعني بقت الناس بس انت اكيد عارف ان قدامك كتير. الواحد لسه ما عملش حاجه بصراحه. برافو عليك، انا عايز اسمع دي منك. يعني هو الواحد يعني لسه بدري عليه جدا يعني. يعني طب يعني قول لي ايه الحلم اللي انت حاسس لو حققته يبقى انت اتحطيت على الطريق الصح؟ هو انا بصراحه نفسي العب يعني في الدوري الايطالي بصراحه. الايطالي هو صراحه اقوى دوري في الكره الطايره عامه، انا نفسي صراحه العب في الدوري الايطالي يعني. طب ما حاولتش تبتدي الحلم ده؟ ما حاولتش تكونتاكت مع ايجنسي مثلا؟ هو انا لسه لحد دلوقتي ما حاولتش بصراحه، حاسس ان هي هتبقى مشكله برضو، عايز اخلص تعليم بعد كده اشوف يعني اكون بقى فضيت بقى خالص للمجال. انا فاضل لي سنتين وربنا يستر ما بقوش اونلاين عشان كورونا يعني، يا ريت بس يخلصوا بقى بالطول بالعرض. بس اكيد ان شاء الله خلال السنتين دول هتدي النادي الاهلي يعني طبعا. يعني طبعا يعني النادي الاهلي هو دلوقتي الواحد مركز مع النادي الاهلي دلوقتي بس يعني. طبعا واكيد النادي الاهلي. بص كان معانا الدكتور سامح حمدي من حلقتين وكان اتكلم على احمد صلاح وكان معرفش طبيعته ولا لا، وكان اتكلم على عبد الله عبد السلام وان هو طبعا دي لحظات التتويج في بطوله افريقيا الحقيقه كان فرحه كبيره واسعدتنا يعني. قال ان هو كان السبب في احترافهم وتمر الايام ان هو يفاوضهم عشان يرجعوا، فالنادي الاهلي عمره ما هيقف في طريقه يعني. انا اتوقع كده يعني عمر ما النادي الاهلي ولا كابتن ميلو ولا اي حد في النادي الاهلي يقف في طريقه يعني، حد لو جاله عرض كويس يليق بيه ويليق باسم النادي الاهلي اكيد هيطلعه. وبالتالي كده مروان انت نفس الكلام طبعا يعني. طب انت بدات، هل بدات خطوات مثلا مع عبد الرحمن؟ هل بدا يبقى في ايجنتس يكلموك؟ هل بعد بطوله العالم في ناس كلموكوا؟ هو بصراحه بعد بطوله العالم ما فيش حد كلمنا، بس بعد لما بعدها بفتره بعد فتره كورونا بالذات يعني في كذا حد كلمني وكده، بس مستنين بس لما اشوف الاول اخلص الناشئين هنا هبدا اعمل ايه، هل ان شاء الله هكمل في الاهلي او امشي او كده، فبس مستنين رد مني. وبالذات برضه انا مركز الفتره الجايه اللي انا يعني على قد ما اقدر احاول ان انا اطور من نفسي بالذات مع كابتن ميدو، واستغل الكباتن الموجودين معايا كلهم يعني على قد ما اقدر استغل اللي انا استفاد منهم، اتعلم منهم طبعا. طبعا اتعلم منهم كل حاجه على قد ما اقدر عشان بعد كده لما اخرج يعني ان شاء الله كملت او خرجت بره اكون اخذت اكبر استفاده منهم بحيث تفيدني بعد كده وتعود عليا بالنفع في البول عامه. انت عارف يا مروان انت وعبد الرحمن اللي عاجبني فيكوا قوي المينتاليتي التفكير، وخلي بالك اللي بيفرق لاعب عن اللاعب هو ده المخ مش العضلات. العضلات بتيجي وبتشتغل على نفسك، انما العقليه اللي انتوا بتتكلموا بيها دي لا، العقليه دي تفرق جامد جدا طبعا، وان انت عارف انت عايز ايه وماشي ازاي وبتطور نفسك. فطب ايه اللي انت شايفه محتاج ان يتطور عندك يا مروان؟ يعني اكيد كل لاعب بيبقى شايف انه ما شاء الله بالفكر بتاعه بيبقى شايف انه عنده حاجه محتاج يزود فيها، ايه اللي انت محتاج تزود فيه؟ والله عامه انا يعني في الفتره اللي انا فيها دي محتاج ان انا اطور في كل حاجه، لان في الفتره اللي انت يعني 20 سنه واحنا لسه ما عملناش اي حاجه في حياتنا، فمحتاج ان انت تتعلم وتعلي في كل حاجه فيك في البول عامه، لازم تعليها كل حاجه، مش يعني انت مش مثلا مش وصلت المرحله اللي انت خلاص وصلت للتوب في كل حاجه بس في حاجه ناقصاك. انت يعني في 20 سنه انت لسه بتبدا يعني تبدا تخش في المستويات العاليه وتبدا تخش في فولي تاني غير بتاع الناشئين خالص، فبتبدا اللي انت يعني انت ناقصك كل حاجه فعلا حرفيا، على قد ما احنا برضو ممكن نكون كويسين او حاجات في حاجات معينه بس محتاجين نتطور في كل حاجه في الفولي عامه. برافو عليك. يعني يمكن انت بتقول ان انا عايز اتطور في كل حاجه، شخصيتي والفنيات طبعا. طب قول يا عبد الرحمن، احنا كنا شايفين كابتن هاني يمكن في ده تدريب في المباريات كان حاطط سماعه في ودنه، السماعه دي كان بيكلم مين؟ هو تقريبا يعني احنا ما نعرفش، بس هو كان بيكلم كابتن ابراهيم فخر الدين يعني. كابتن ابراهيم فخر الدين صح؟ شفت بقى؟ انا قاعد مستني اشوف حد منكم عشان اساله. اصل يعني خلي بالك كابتن ابراهيم فخر الدين ده اسطوره جامده جدا في التدريب، حاجه يعني، فاكيد كان بيبقى اتصال معاه صح؟ كان قاعد فوق في المدرجات باللابتوب بتاعه فكان بيتواصلوا مع بعض. اي خدمه يا جماعه، جبت لكم اهو خبر 100 يعني، كابتن ابراهيم فخر الدين قاعد معانا على الملعب وكابتن هاني معاه. وخلي بالك يعني كابتن ابراهيم فخر الدين من المدربين اللي انا ما لعبتش فولي ولكن كنت بحب اتفرج على تمرينه. يعني الاجهزه اللي انتوا بتتمرنوا بيها دلوقتي والتلفزيونات والحاجات دي وبتاع يمكن كان اغلبها هو اللي جاي بالظبط يعني بيطور فيها جامد جدا. طب قول لي يعني سريعا كده عشان يعني وقتنا بيعدي، بس عايز كل واحد كان ليه نقطه مضيئه في حياته او مدرب او اسم هو اللي حطه على بدايه الطريق. يعني كل مهما راح ومهما جه لا احنا محمد صلاح بيقول كده كل لعيبه الكبار، انت مين الشخص اللي في حياتك كمدرب اللي هيفضل لمبه منوره في حياتك؟ والله ما في مدربين كتير قوي، لا هات لي واحد من غير يعني ما حد يزعل يعني احنا ما هو طبعا يعني كل المدربين والله هو كل واحد مسكني زودني. طب قول لي ثلاث مدربين يا سيدي عشان ما احرجكش.
يعني مفيش اكتر من كده. هو طبعا يعني في النادي طبعا كابتن ميدو هو اول واحد صعدني للدرجه الاولى واول واحد اداني الثقه ان انا العب في المستوى يعني طبعا الناشئين حاجه ثانيه خالص غير الدرجه الاولى طبعا. فهو يعني اول واحد اداني الثقه ان انا العب والصراحه بيديني فرص كتير قوي ان انا يعني برافو عليك. طب خلاص خلينا نقف على كابتن ميدو. طب انت يا كابتن مروان برضه نفس الكلام برضه كابتن ميدو نقله طبعا كبيره جدا لينا يعني حتى في المعامله مفيش ما بحسش بجد ان هو مدرب ولاعب بحس اكتر ان هو كل اللعيبه قالوا كده اخونا الكبير يعني بحس ان هو امام والدي كمان الله يرحمه ربنا يوفقك يا رب فبنحاول قد ما نقدر نتعلم منه ونستفيد منه على قد ما نقدر. مروان انا يعني سعيد بيك وبشكرك على اللقاء ده. انا اللي بشكرك ربنا يخليك شكرا ليا انا ونورتنا والحقيقه كان لقاء جميل واتكلمنا في كل حاجه. مروان الصافي نجم طبعا الشباب في مصر بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. عبد الرحمن طبعا الحسيني نجم مصر الصاعد ان شاء الله وواحد النجوم البارزين في نادي الاهلي كالشباب بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني. ربنا يخليك كوتش ان شاء الله واسعدتني بفكرك انت ومروان ربنا يوفقك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين كانت دي قصه ابطالنا او جزء من ابطالنا ابطال النادي الاهلي اللي شاركوا مع منتخب الشباب اللي حصل على بطوله افريقيا وتاهلوا لبطوله العالم. استنونا اكيد حلقات اللي جايه بس بفكر وانوه ان شاء الله ان احنا يوم الجمعه باذن الله هننقل لحضراتكم مباراه كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الجوله الرابعه في دوري السوبر واللي هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل. وعايز اوضح ان المباراه هتكون الساعه 8 مش الساعه 6 لان تم تغيير ميعاد المباراه من ساعه. المباراه هتكون الساعه 8 نطلع باستوديو تحليل ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 7. انتظروا ان شاء الله الجمعه هتبقى تغطيه جيده جدا واتمنى اكيد الفوز للنادي الاهلي في مباراه القمه. شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى اللقاء يوم الجمعه القادم. شكرا جزيلا.